كانوا في طريقهم إلى عين العرب كوبان السورية للمساعدة في إعادة أعمارها. معظمهم من طلبة جامعات تركية تجمعوا في سروج للحديث لوسائل الإعلام عن خطتهم لزيارة عين العرب. لكن انفجارا ضخما غيب 32 منهم وألغى خطتهم. رئيس الحكومة التركية داوود أوغلو الذي عاد الجرحى قال أن الشرطة تعرفت على هوية مشتبه به على صلة بالهجوم الانتحاري في سروج وعلى علاقة في تنظيم داعش. صلاح الدين ديمرتاش زعيم الحزب الكردي تحدث عن وجود ثغرات أمنية وانتقد الحكومة على عدم اتخاذها الإجراءات المناسبة. يظهر تاريخنا مؤخرا أن من يقف وراء المجازر لعبت الدولة دورا فيها. نفذت المجازر بدعم من داخل الدولة ولم يقبض على أحد. تاريخنا الحديث مليء بالأمثلة التي مرت من دون محاسبة. حتى الآن لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم، علما أن أنقرة تقول أن لديها أسبابا كبيرة تدفع باتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء تفجير سروج.